السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني أخواتي، مرحبا بكم على اليوم في هذا الفيديو الجديد. إذا كنتم أول مرة كتشاهدوا القناة، ما تنسوش تشتركوا معنا في القناة بالضغط على زر الاشتراك، زر الأحمر اللي كاين أسفل الفيديو، وفعلوا زر الجرس باش تبقوا توصلوا دائما بالجديد ديال الموديلات والجديد ديال الأثواب. وكما كتشوفوا اليوم عندنا الجديد ديال التوب ديال مليفة كاشمير، لوينات كما كتشوفوا راقية ورائعة. كنتمنى إن شاء الله تنال الإعجاب ديالكم. كما كتشوفوا اللوينات هما هادو، هذه المليفة كاشمير، اللوينات ديالها هما هادو. بالنسبة لهاد التوب ديال المليفة كاشمير، هذا في العرض ديالو راه فيه مترو و 60، مترو و 60 اللي كاينة في العرض ديالها. كاين مجموعة من الألوان، يعني اللوينات راقية ورائعة. هاد المليفة هذه راه ما كديموضاش، هذه راه كتبقى تلبس دائما، كتلبس. وفي الخياطة ديالها، راه الخياطة اللي درتي فيها كتجي مزيانه. شكل التوب ديالها كدير، مليفه كاشمير، التوب ديالها ديال البرد، التوب سخون ومطلوق ورطب وطيح. كما قلنا راه كتجي فيها الطرزه، كيجي فيها طرز رباطي، كيجي فيها زواق المعلم، يعني اللي درتي فيها كتجي مزيانه. بغيتي تخدم حتى بالرانده كتطلع زوينه، كتخدم حتى بالبرشمان اللي بغيتي ديريها جلابه ديال البرشمان باليد، يعني الخدمه اللي درتي فيها كتجي مزيانه. العرض ديالها كما قلنا فيها مترو و 60 في العرض. وبالنسبه للثمن ديالها، الثمن ديال المترو، الثمن راه كيدير 90 درهم المترو. كما كتشوفوا اللوينات، هذا الزرق هذا حتى هو كدير، الزرق ديالها راقي، اللوين فيها رائع ديال هاد المليفه كاشمير. كما كتشوفوا التوب ديالها هو هذا. كما قلنا الثمن ديالها دايره 90 درهم المترو. وكما العاده الناس اللي كيبغيو ياخذوا الجمله، كيبغيو ياخذوا واحد العدد كثير ديال التوب، راه غادي نقصوا من الثمن ديال 90 درهم. اللي بغى يتواصل مع مول المحل اتهبطوا اول تعليق، غتلقاو الرقم ديال التليفون ديال مول المحل، يمكن تواصلوا معاه وتفهموا معاه الثمن ديال الجمله. التوصيل راه كيوصلوا لجميع المدن المغربيه، فين ما كنتي في المغرب راه كتوصلك السلعه حتى لعندك. مليفة كاشمير، العرض ديالها راه مترو و 60، مترو و 60 ديالها في العرض. التوب ديالها هو هذا. وكاين مجموعة من الألوان، يعني فاش تخيرو، يعني الويلات كلهم، يعني هادو باقيين جداد، يعني إلا كتحطات هاد المليفة هادي، الوينات راه فيها باقيين جداد، والوينات راقية. وكما قلنا هادي راه مكديموضاش، يعني كما كتشوفوا هاد التكماش هذا غير مع ديال رولو، حيت في البدية ديالو، حيت باقا لا تحل، يلا تحلات هاد التلوينة هادي. كاين هاد اللوين حتى هو، اللوينات فيها كلهم راقيين ورائعين. مليفة كاشمير، الثمن ديالها المترو 90 درهم المترو. بالنسبة لهاد مول المحل راه كاين في مدينة سيدي بنور. اللي بغى يتواصل مع مول المحل تهبطوا الاول تعليق، غتلقاو الرقم ديال التليفون ديالو، يمكن تواصلوا معاه. وكما قلنا الناس ديال الجمله اللي كيبغي ياخذ واحد العدد كثير ديال الثوب، راه غادي نقص من الثمن ديال 90 درهم المترو. يما عليكم الا تواصلوا معاه في الرقم ديال التليفون اللي كاين في اول تعليق. المحل راه كاين في سيدي بنور، كما كتشوفوا اللوين ديالها هو هذا، المليفه كاشمير. كما قلنا راه جميع الخياطه، يعني جميع، مثلا بغيتي ديري ليها الطرز رباطي، بغيتي ديري ليها الطرز ديال كاترفيل، زواق المعلم، خدمه ديال البرشمان، خدمه ديال براندا، يعني هاد الخدمه كلها كتجي في هاد المليفه كاشمير، كتجي راقيه ورائعه وكتبقى تلبس دائما، يعني ما كديموضاش. التوب ديالها سخون، التوب ديال هاد المليفه هادي راه سخون ديال البرد. اللوينات راه كلهم راقيين، وكاينين اللوينات بزاف فاش تخيروا. كاين مجموعه من الالوان كما كتشوفوا، هاد اللوينات حتى هو، اللوينات راه كلهم باقيين جداد وما كيديموضاوش. هاد اللوينات هادو، التوب حتى هو ما كيديموضاش، كيبقى يتلبس ديما، يعني الا خيطتيه بالبرشمان يعني راه غتبقى تستغلها دائما، خيطتيه بالراندا راه غتبقى تستغليها، درتي لها زواق المعلم كذلك ومثال، يعني الخدمه ما كديموضاش. والتوب حتى هو كيبقى يتلبس دائما، التوب ديال البرد، مليفه كاشمير، اللوينات كلهم راقيين. كما قلنا راه 90 درهم المترو، 90 درهم المترو. وبالنسبه للناس ديال الجمله،
راه غادي نقص من الثمن ديال 90 درهم. يعني ما عليكم الا تواصلوا مع مول المحل وتفاهموا مع الثمن ديال الجمله. التوصيل راه كيوصلوا جميع المدن المغربيه فين ما كنتي في المغرب، انا راه كتوصلك السلعه حتى لعندك، يعني من طنجه حتى للكويره فين ما كنتي كتوصلك. بغيتي غير كوب واحد ولا جوج ولا ثلاثه، يعني العدد اللي بغيتي راه غادي نصيفطو لك. كما كتشوفوا اللوينات ديالها مليفه كشمير، العرض ديالها راه فيها مترو 60. بالنسبه للجلابه تقريبا بحال هذه فيها مترو 60، تقدر مثلا الا كان العبار ديال السيده عادي عندنا تقريبا راه جوج مترو 30 دقد في الجلابه حتى لجوج ونص. جوج ونص راه مخيره، كيبقى على حسب الا كانت السيده مثلا غليظه وطويله، يعني راه من الاحسن 3 مترو. 3 مترو راه مخير، 3 مترو في هاد المليفه هادي كما كتشوفوا اللوينات فيها راقيه، والثوب ديالها رائع، الثوب ديالها رطب وطيح كما قلنا. الزواقه اللي درتي فيها راه كتجي مزيانه. بغيتي تخيطيها بزواق المعلم، بغيتي تخيطيها ب بالبرشمان بالليد، يعني بغيتي تخدمها بالراندا، الخدمه اللي درتي ليها ما تخافيش منها، يعني كتجي راقيه. بالنسبه للجلابه ما تبخلوش علينا بالضغط على زر الاعجاب، زر لايك، باش نكون ان شاء الله دائما نشارككم مع بحال هكا الجديد ديال التوب والجديد كذلك ديال الخياطه في الجلابه في التكشيطه. اللوينات كما كتشوفوا راقيين ورائعين ديال هاد المليفه كشمير. كما كتشوفوا اللوينات ديالها هما هادو. الثمن راه 90 درهم المترو، وبالنسبه للناس ديال الجمله راه غادي نقص من الثمن ديال 90 درهم. ما تبخلوش علينا بالبارطاج وضغطوا على زر الاعجاب زر لايك، باش نبقاو ان شاء الله دائما نشارك معكم الجديد ديال الاثواب ديال الجلابه والقفطان. كما كتشوفوا اللوينات، اللوينات كلهم راقيين ورائعين ديال هاد المليفه كشمير. الثوب ديالها راه مطلوق ورطب وطيح، اللوينات كلهم راقيين ديال هاد المليفه كشمير. كنتمنى ان شاء الله هاد الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. ما تبخلوش علينا بالضغط على زر الاعجاب زر لايك، باش نبقاو ان شاء الله دائما نشارك معكم الجديد ديال الاثواب والجديد كذلك ديال الجلابه والقفطان المغربي. اللوينات كما كتشوفوا اللوينات ديالهم هادو ديال المليفه كشمير، اللوينات كلهم راقيين ورائعين ديال هاد المليفه هادي. كنتمنى لكم ان شاء الله يكون هذا الفيديو نال الاعجاب ديالكم. ما تبخلوش علينا بالضغط على زر الاعجاب زر لايك، باش نكون ان شاء الله دائما نشارك معكم الجديد ديال الاثواب والجديد ديال الجلابه والقفطان المغربي. شكرا لكم على المتابعه والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله.